طلب الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام عبد الجندي الرئيس عبد الرب منصور هادي بالعودة إلى صنعاء لمزاولة مهامها. وبخصوص تجديد الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضوية عبد الواحد القبلي من رئاسة فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة مأرب، أوضح الجندي أن قرار تجميد عضوية القبلي جاء نتيجة تصرفاته وإخلاله بالنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنها. هذا مطلب، لكن يعني متى يكون هذا؟ يعني مرتبط أيضا بحوار القوى السياسية. الآن القوى السياسية تتحاور بموفنبيك تحت إشراف المندوب الأممي جمال بن عمر، وستوصل إلى حلول لكل المشكلات التي أدت فعلا إلى هذا الوضع. وبالتأكيد يعني ستكون صنعاء مفتوحة للكل، يعني وكذلك عدن. نحن يعني من الحوار السياسي يهمنا لم الشمل، وبالتالي هذه فعلا قضية مقدسة، وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية مهما اختلفت يجب أن تتحاور، لأنه لا بديل للحروب والصراعات سوى الحوار. شوف دحين عندما يكون في توجيهات من الحزب واحد خالفها، بالتأكيد لابد ما يتخذ ضد إجراء. أنا صاحبي هذا القبلي، ولكن مع ذلك يعني هو خالف أوامر الحزب. هذه قضايا كلها سوف تحل. الحوار هذا بيرجع القلوب إلى ما كانت عليه، وأملنا كبير فيه، وأملنا كبير في قناة السعيدة هذه أنها تتناول الأمور من منطلق محايد يحترمه كل الناس.